السلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو الفيديو اللي طلب مني بزاف 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 المرات، واخيرا قررت انني نتشارك معكم. يوما كنهضر بطبيعه الحال على الشعر، كيفاش درت الشعر ديالي حتى ولا من جاف. راكم عارفين الرحله ديال الشعر ديالي كامله، عارفين كيفاش كان جاف، كيفاش كان مقصف ومكسر ومشعكك ومشنتف. كم تهضر عليك، كنحس براسي زودت في الصوت لانه فعلا كان كيعصبني. الى الشعر رائع، فيه كثافة، فيه حيوية، فيه لمعة، حي كيتحرك، البوكل ديالو كيف ما كتشوفوا لامع بزاف واكثر من رائع. الحمد لله انني وصلت لهذه المرحلة هذه. طبيعة الحال ما كاينش شي حاجة كتوصلي لها غير هكا هكا، نتوما كلكم عارفين هاني الانسان كان حماق على الوصفات الطبيعية. انا عن نفسي ما كرهتش وكان الناس تبع كلشي طبيعي كلشي وهذاك، ولكن للاسف الشديد كاين الناس اللي ما كيصبروش بزاف على الحاجات الطبيعيين. انا يحل الروتين ديالي اليوم، نقدر نقطع معاكم شعري، ما عرفتش والله ما متاكدة، ولكن بغيت نوريكم الروتين اللي كندير من الاول حتى الاخر. وفكرت انني نوريكم لانكم قلتوا لي بزاف ابتسام كيف الشعر كيخرج هكا مجعد، كيف ما شفتوا ديك الضفيرة اللي غادي نتشارك معاكم ان شاء الله في فيديو مقبل ديال الشعر. وكنتلقاو الشعر كيجي هكا، يعني كيف ما كتشوفوا مبوكليه من الجدر، وفي واحد اللمعه وفي واحد الحيويه اللي رائعه بزاف. ومن بعد غادي نوريكم الغسل، التقطاع، اش كندير ليه باش نستيلي، كلشي. اذا بغيتو تعرفوا اشنو كندير بالحذافير المحدفه راه ما عليكم غير تكملوا الفيديو. كنوعدكم ان هادشي اللي غنستخدم اليوم كلشي كاين في الدار، ونقدر نستخدم حاجه واحده ما كايناش في الدار، راكم عارفين اللي ضروري من عنصر التشويق. انا مقلقه بزاف لانني غادي نخسر هذا البوكل اكثر من رائعه، ولكن اش غندير. دوزو لي التحضيرات. فبالنسبه للمكونات، اول حاجه غادي نبدا بها هي المايونيز ديال الشعر. غادي ناخذ جوج البيضات اولا على حسب انت والطول ديال شعرك، وغادي نطربهم مزيان 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 حتى يطلعوا. المرحله دي مني كتشوفوا لا رغوه، غادي نضيف عليه نصف كاس ديال العنبه من زيت الجوجوبا، ونصف كاس ديال العنبه من زيت بذور العنب. اذا ما توفرش خذوا في مكانه زيت ارغان او زيت الزيتون البكر الممتازه، كنأكد ناكد ناكد عليها. ومع هذا الشيء البنات اللي عندكم الفيتامين او لي كابسول، زيدوا 3 الى 4 الكبسولات ديال الفيتامين او. اذا ما عندكمش بامكانكم تستخدموا فقط الزيت والبيض. بالنسبه لهاد المايونيز هذه، حنا كنعرفوا كلنا ان المايونيز يعني اللي كتباع كيكون الثمن ديالها شويه باهظ، لا بغيتي يعني البيو، وضروري ما كيكون فيها شويه ديال الصوديوم باش يركزها يعني، وتبقى واقفه وشاده. والصوديوم حنا صعيب علينا على الشعر، يمكننا نصوبوها وحدنا. على اي حال دابا غادي ندوز باش نخلط بطبيعه الحال، وراكم معايا في كل شيء. انا كنخلط وانا كنكب السرعه دابا متوسطه ماشي عاليه. في هذه المرحله هذه ملي كنشوفوا الخليط ولا عندنا تخين يعني بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، دابا غادي نضيف عليه جوج معالق كبار ديال زيت الخروع، وانا كنحرك على السرعه القصوى. بالنسبه للفيتامين او غادي نزيدو حتى الاخر. بالنسبه للبنات اللي كتعانوا يعني من مشكل ديال مثلا الشعر خفيف او كذا، بامكانكم تزيدوا فيه زيت مثلا الفلفل او زيت الثوم، حتى هو مزيان في عوض هاد زيت الخروع اللي غندير انا في الاخر. السرعه القصوى. دابا الكريمه ديال الشعر ديالنا ولا هاد المايونيز هادي جهزات تقريبا بحال العجين ديال الكيك، وليت ديما الكيك. انا استخدمت جوج البيضات، استخدمت لهم كاس من الزيت، وعاد جوج المعالق الاخرى ديال الزيت اللي من اختياركم نتوما، يا زيت الخروع او الجليسيرين بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعني تطيب مكثف. بالنسبه للفيتامين او غادي ناخذ انا هنايا 4 لي كابسول ديال الفيتامين او. البيضة البنات حاجه اللي بغيت نقول لكم عليه هي انه ضروري يكون بحراره المطبخ باش تطلع لكم هاد الكريمه هادي. اولا بامكانكم كيف ما قلت لكم فقط تستخدموا الزيوت اللي وريتكم في الاول، هو المزيان في هذه الوصفه هذه. بامكانك يعني تضيف لها كيف ما انت محتاج. فدابا غادي نخلط
تأكد أن الفيتامين أو مخلط ليه مزيان. اهلا البنات، فدابا رجعت. الحاجه اللي غادي ندير هي انني غادي نبدا ب عندي كاع معدات السلامه اللي كاينين. فدائما انا كنقولها بالنسبه لهاد الوصفات وبالنسبه لهاد الشيء كامل، الاحسن انه يدار في الحمام، لاني بما انني كنبغي انا نصور ويبان لكم كلشي مزيان، فمن الاحسن انني نصور في الاستوديو. بسم الله. بالنسبه حق البنات اللي قالوا لي ابتسام مبروك واش تخطبتي على قبل هذا الخاتم هذا، واش عمر داود غادي يعاود؟ لا البنات، انا ما مخطوباش، هذا فقط خاتم اللي عجبني وخديته. كنت قلت لكم في العيد ميلاد ديال علاء خديت راسي واحد الحاجه عجبتني، هو هذا الخاتم هذا اللي خديت. فما كاين لا خطبه لا يديك لا يغلي، داكشي ما منوش. اللي بغيت نقول هو انه لازم ديروا هذا سميتو هذا في خصال بحال هكا ابتداء من مؤخره ديال الراس، فحال لا كديروا في شي نوع من انواع الديفريزاج. ولازم تسخنوا البصيلات الشعر اللي غادي تخدموا فيها. مثلا غادي ناخذ هذه، غادي نشد هكا. لازم تسخن لان داك المزيج ديال الزيوت لازم انه يتغلغل لينا في الاعماق ديال الشعره. ما تنساوش يعني هنا نوادر هاد البليصات هاد الخلفه هذه اللي كتكون، ما تنساوش شي حاجه شي بلاصه ملي كتكونوا ديروا في شي وصفه، ركزوا على كل شيء يعني، لان هاد الشيء وصفه يعني طبيعيه، فما عندناش مناش غادي نخافوا. فديروها في البلايص كلهم. فالنص الاول خذا ليا تقريبا كل شيء، غادي ندير هاد النص الثاني هذا، وطبيعه الحال رجع باش نقول لكم اش غندير. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ابتسام الشعر ديالنا كيطيح، الشعر ضروري يطيح، راه اي واحد كيطيح ليه الشعر، انا كيطيح ليا الشعر، انت كيطيح لك الشعر، كل شيء كيطيح ليه الشعر. فقط كاين اختلاف، كاين اللي كيطيح ليه الشعر ديالو يعني بواحد الوتيره اللي ما خاصوش يطيح بها، معدل تقريبا كيكونوا 100 زغبه في المشطه، يعني الا مشطي تكون 100 زغيبه، هذا طبيعي جدا. كاين اللي بوطال، البنات كاين اللي بوطال يطيحوا لها شويه، يعني واحد المعدل اللي طبيعي جدا. واه يا ناري صلاحيت قاعد الشعر طاح، عادي عادي ان الشعر يطيح. غير وكان بالنسبه للبنات اللي كيقول لك عندنا يعني طيحان قوي للشعر، هذوك كنصحهم انهم يمشيو يديروا ليزاناليز او يديروا التحاليل طبيه باش نعرفوا بعدا منهاش شي نقص احد من الفيتامينات اللي كيؤدي لهذا المشكل هذا. اذا ما كانش راه ديك الساعه كيكونوا فقط وصفات، لان الشعر كيكون ضعيف كيتكسر ما كتهلايش فيه، ديك الساعه ماشي مشكله اذا درتي له فقط الوصفات. فضروري ان هذه الوصفه هذه دار والشعر نقلب قدامها، هذه حاجه كناكد عليها بزاف. فقط لانني درت هذه المرحله هذه كنعاود ناكد عليها البنات، هذه المرحله خاصها تكون بسرعه، اولا بداو من الاول طبقوا فيه القدام. انا كنطبق اللور باش نتاكد ان يعني التوزيع ديال البروداكت كامل كان على الشعر، ومن بعد عاد كنجيبو القدام هكا وكنمشطو، لانني سريعه فيها ودرتها شحال من مره. البنات اللي اول مره غادي نديروها ديروا راسكم فحال هكا وطبقوا بهذا الشكل هذا، لان حنا بغينا الدم يوصل لنا البصيلات ديال الشعر. فدابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعت الشعر ديالي كامل، غادي ناخذ فوطه مبلله بالماء الساخن، يعني فوطه تكون طيبه جدا، وغادي نديرها فوق الشعر ديالي وغادي نخليها ساعتين. ومن بعد غادي نغسل الشعر ديالي حتى هو القدام مقلوب بشامبوان يكون معتدل ماشي شي حاجه اللي كثيره، وغادي نرجع باش نوريكم اشنو كندير. من سلام البنات، واخيرا اخيرا اخيرا ساليت، غسلت الشعر ديالي ودرته في هاد العمامات. على اي حال فدابا كيف ما قلت لكم يعني طقت الشعر ديالي، بامكانكم تدهنوه باي زيت كتفضلوه، زيت ارغان، زيت لافوكا، زيت سمسم، اي زيت من اختياركم. الشعر مازال مبلل، وخذوا اي بديل زيت وطبقوه على الشعر ديالكم بالتساوي ومشطوا. هادشي اللي كندير انا عام مازال بغيت فالبان لكم شي حاجه بيضاء ماشي قشره، راه غير هذا. بغيتو يجيني انا مقاد يعني من اللور، ما بغيت فيه حتى حركه. مع الشعر ديالي مدرج، فهاد الاستخدام ديال الزيت وديال بديل الزيت كيساعدوني انا نحصل على واحد الشعر اللي يكون مسطح ومقاد. ونعطي لراسي واحد السنتيم ديال الخطا،
ونقطع. فاكي جيم مقاد. فاللور كنظن مازال غنزيد نقص شويه مازال. ف بديت شحال هادي ما شفت شعري كداك بالطول بقالي كتير. هاني حيدت. على اي حال دابا غادي ندوز ندير ليه دوك الحاجات اللي كيبوكليو اللي كنت درت معاكم. نخلي لكم الفيديو ديالهم لتحت ما كاينلاش عاود نديرهم قبيله الكاميرا لانهم ما كاينين. غتلقاو لتحت في صندوق الوصف ديال هادو. نقدر نزيد مازال نقصر اكثر ما عرفتش انا عند الله. اهلا اهلا بنات، كيف ما كتشوفوا ركبت هذوك الحاجات اللي كينتفوني قتلوني بنتي، ولكن النتيجه ديالهم فعلا رائعه. دابا غادي ننعس بهم، غندير فولار ديال ساتان نعس، وغدا نرجع باش نوريكم الشعر بالشكل النهائي ديالو من بعد ما تقطعت منه عاوتاني واحد شويه. ولكن غدا نصدمكم، غدا راه ماشي غدا، راه كيبان لكم نتوما داكشي ملاصق. غدا ديالي انا هو بعدا ثانيه ديالكم نتوما، غادي تشوفوا النتيجه. ولكن كي جاكم هادشي عمركم شفتوا شي حاجه هكا؟ سلام بنات، صباح الخير عليكم. سلام بنات بزقلي. فيما بان لكم شي وحده هكا غليظه وكذا فتحوها، ولكن بشويه باش ما تفريزاش. وهذه غادي تكون هي النتيجه النهائيه. روتين اللي فعلا في متناول الجميع، بامكان اي وحده ديرو، سهل بزاف. الحاجه اللي ننصحكم عليها هي المداومه عليه، فديروه فيه كيف ما قلت لكم الشهر الاول مرتين في الاسبوع. طريقه الاحتفاظ تحتفظوا به في الثلاجه، اذا البيض يعني تفرق ترميوه، ما خصوش يتفرق نهائيا. بغيت نسالكم على هادو، فواش عجبكم البوكل ديال هادو اولا البوكل ديال الضفائر؟ علما انه هادو كيف ما قلت لكم ملي درتهم يعني في الليل ونعست بهم يعني ضروني. بالنسبه للضفائر ما كاين لا الم لا والو، يعني بامكانكم تخرجوا بهم في الاخر ديروهم. وفي اطار عاوتاني الدعم البحث العلمي ديال الابتسام، غادي نطلب منكم انكم تشاركوا هذا الفيديو هذا مع كل شي صحاباتكم باش تعم الفائده. وبالنسبه لكم نتوما غزالاتي اولا الحيلاتي، عرفتي ديك النهار كاع صح راكم كنفكر قلت هادو الحيلات هادو غزالات. عندنا حنا واحد النخبه في هاد الكومينوتي هادي ديالنا اللي الحمد لله كاينين غير الحيلات اللي كيحطوا العسل وكيعرفوا فين يحطوا وكيعرفوا شنو يقولوا. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذا المجمع هذا اللي تجمعنا، وانا اكثر من شاكره وفخوره وسعيده انكم نتوما عندي. ما كيهمنيش العدد النهائي، لان كيف ما قلت لكم نتوما نحيلاتي، والنحيلات كيكونوا قليولين هكا ولكن كيعرفوا فين يحطوا. فنبغي منكم انكم تدعموا هذا الفيديو هذا، حتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. من حتى تما تهضروا لي فراسكم بزاف 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 بزاف، كنبغيكم بزاف. وما تنساوش انكم تجربوا الروتين من هنا حتى تما. سلام.